وهو عاشق للنادي الاهلي او محبين كلهم نادي الاهلي، هل ساعات القلب بيغلب شويه عن العقل في الاداره؟ لا، هو القلب طبعا موجود في تشجيع النادي، وفي زي ما بقول لحضرتك احنا قبل ما نبقى اعضاء مجلس اداره جمهور، لكن في مسؤوليه النادي الاهلي زي اي مسؤوليه عمل اداري مهم ومحترم. يعني كل الصفقات اللي جابوها الجماهير يا استاذ طارق حضراتكم جبتوهم، كل الصفقات بالاسم جابها النادي الاهلي بالاسم. بص يا فندم، اداره زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لملف كره القدم الحمد لله بيدار على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت دي فتره تجديد واحلال بتحصل كل يعني ده قدرنا ان حصلت السنه دي لمجموعه مع اسعار كتيره جدا في السوق والقصص مختلفه يعني. ومع ذلك الحمد لله تم اداره الملف بحرفيه كامله جدا، ولا يتبقى غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى جدا. يعني وده برضو الطبيعي اللي هو الحمد لله النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضرتك اللي هو كيفيه التعامل مع اداره النادي نفسها. جميل. اللي هو عندك زي ما حضرتك في اي مؤسسه بتعمل بلان معين او بتخطط لحاجات معينه، لو حصل كرايسيس او حصل حاجات ازمه معينه في وسط الكلام ده ممكن بتغير تخطيطك. ده في اي مؤسسه محترم، والحمد لله برضو بيحصل في النادي الاهلي، ان بتبقى ماشي في سكه معينه في ملف معين، طرق جديد في حاجات معينه، معطيات جديده. التميز في ايه بقى؟ ان يتم على طول تقوم بالتعامل، بتغير طريقه التنفيذ نفسها للمعطيات اللي حصلت الجديد. جميل. فالحمد لله يعني في حته النتائج والكوره بيتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اكيد. انما كل ما يمكن عمله اتنفس فعلا. اتنفس فعلا. الحته الثانيه ان على مدار تاريخ النادي في اجهزه وحاجات عايزه تتغير، احنا من يوم ما جينا وفي تخطيط معين لاجهزه كتيره جدا ومعدات وحاجات متعلقه بمعدات طبيه، دي على مدار سنين كانت بتحتاج تحديث والكلام ده، وبيجري تحديث كل الكلام ده، والكابتن شكل لجنه وبيديرها على حته سواء كده او سواء الملعب او خلافه كل الكلام ده. بس انت ما بتكون شغال في ملفات معينه بتبقى ليها في ترتيب التنفيذ نفسه اولويات، هو اولويات، هي كلها اولويات، بس حاجات بتطرأ نفسها بتخليك بتستعجل او بتغير التايم نفسه بتاع تنفيذ المشروع. دلوقتي الجماهير بقت واعيه جدا، يعني عارفين مثلا حمدي فتحي مركزين معاه في ام بي، مش عارف مثلا حسين الشحات، عارفين كل لعيب وعارفين الصفقه وعارفين مين كمان اللي هيفيد النادي الاهلي وعارفين مين اللي هيبقى ولاءه للنادي الاهلي مش للفلوس. وده موضوع مهم جدا يا استاذ. النادي الاهلي كمان اختار لعيبه غير ان هي لعيبه كويسه قوي، عارفين ان ولائهم وحبهم للنادي الاهلي. يعني برضو ما احبش اتطرق للتفاصيل اللي هي متعلقه بفنيات اختيارات واداره صفقات. انا بتكلم على الحب، بتكلم على الحب ده. بس انما في النهايه انا كواحد جمهور النادي الاهلي طبعا في عز الحالات اللي فيها سعار مغالاه ماديه في حاجات او خلافه او كده، وان يتبقى هو اسم النادي الاهلي، وده الحمد لله اللي موجود وكان موجود وهيبقى موجود على طول، ان في وسط الكلام ده في براند ليه سعر، ليه تكلفه. يعني اما اجي اشتغل فيه او العب فيه بيبقى فيه في فارق معين انا ممكن اتنازل عنه، فارق كبير جدا مقابل ان انا اكون جزء من هذا الكيان، جزء من هذا الكيان. حلو السعار المادي ده. طبعا حلو قوي التعبير ده. وطب يعني زي ما حضرتك بتقول هو يعني ده موجود، وفي نفس الوقت في ظل اللي موجود دوت يتبقى اسم النادي الاهلي اللي ربنا يديمه يا رب على مدار الاصول يعني. يا رب يا رب. تعال نتكلم عن